للحجب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابه وتابعيهم أجمعين. في طريق إلى الله نسلكه من مملكة الدراويش بين كل التساؤلات نتوقف مع الأصول ومع الأساس. نفسر بما يقدم لنا العلماء من القران والسنه ومن التفسير وعلى عهده العلماء وعهده اهل الفتوى نسير في مقام التصوف الليله اتوقف معكم بما ترك لنا الامام ابو القاسم القشيري رحمه الله في باب التوبه في الرساله القشيريه فقال التوبه اول منزل من منازل السالكين واول مقام من مقامات الطالبين وحقيقه التوبه في لغه العرب الرجوع يقال تاب اي رجع فالتوبه الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود فيه ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبه ويقول ارباب الاصول من اهل السنه قالوا شرط التوبه حتى تصح ثلاثه اشياء الندم على ما عمل من المخالفات وترك الزله في الحال والعزم على ان لا يعود الى مثل ما عمل من المعاصي بين كل هذا والى كل هذا نتوقف ونتحقق في طريقنا الى الله من مملكه الدراويش في هذه الرحلة من مملكة الدراويش طريق إلى الله نتوقف في طريق جديد إلى الله مع أهل العلم في هذه الوقفة مع ضيفي الكريم فضيلة مولانا الدكتور علي جمعة دكتور علي مولانا أشرقت أنوارك وطيب برنامجنا حضورك الكريم وأسعدتنا بإطلالتك وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم أهل الرسالة بكم وكل سنة وأنتم طيبين وكل المصريين طيبين وكل العرب والمسلمين والعالم كله ورمضان كريم ونسال الله سبحانه وتعالى في البدايه ان يتقبل منا صالح اعمالنا وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وان يفتح علينا فتوح العارفين به امين يا رب العالمين دكتور علي مولانا ما هي فتوح العارفين به استوقفتني الكلمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مكون من الذكر والفكر واليونيد وهو سيد الطائفة كان يقول طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أخذوها من قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذكر والفكر مأمور به في الكتاب ومأمور به في السنة ومعمول به في دين الإسلام في الطريق الى الله سبحانه وتعالى عندما اشتغل المسلمون بالذكر والفكر طبقا لما تركه لنا رسول الله الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الانسان اذا ذكر كثيرا جف فمه لكن رسول الله سماه رطوبه رطبا بذكر الله يعني هو في عالم الحس وفي عالم الفيزيولوجي هذا جفاف لكنه رطوبة عند الله سبحانه وتعالى مثل دم الشهيد قد يأسن وقد يكون له رائحة غير طيبة لكنه عند الله أطيب من ريح المسك مثل خلوف فم الصائم رائحه يسعى الانسان لازالتها لكنها اطيب عند الله من ريح المسك وهكذا في حقائق للاشياء فبالذكر والفكر وفي اثناء هذا الطريق يحدث ما يسمى بالاشراقات والاشراقات نوع من انواع صفاء القلب صفاء النفس صفاء الروح صفاء العقل فيكون الانسان ما يسمى بالبصيرة كأن عين قلبه كأن عين قلبه قد انفتحت فترى اشياء قد لا يراها الانسان الذي لم تنفتح عنده البصيرة بعد ويتعجب عندما يسمع هذه الكلمات هذا هو الفتح فتوح العارفين بك أن البصيرة تتحرك أن البصيرة بالذكر والفكر وبسبب الذكر والفكر تنفتح فيرى الإنسان من الحقائق ومن الآداب ومن اللباقة واللياقة ما يعلمنا الأدب مع الله في طريق الله فهذا هو ملخص بسيط لواحده من عشرين اشراقه من الاشراقات هناك الالهام هناك الرؤى هناك الكشف هناك الاسرار هناك الانوار هناك ولكن هناك الفتح والفتح هذا هو انفتاح البصيره فيتعلم بها الانسان ادابا اعلى وارقى وانقى في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يتأدب مع الله ومن تأدب مع الله تأدب مع الخلق ومن تأدب مع الله تأدب مع نفسه وهي هذه العلاقات الثلاثة التي يقول فيها القلب اتق الله حيثما كنت العلاقة بيني وبين ربي وأتبع السيئة الحسنة تمحوها العلاقة بيني وبين نفسي وخالق الناس بخلق حسن يسهل عليه الخلق الحسن الخوارق تاتي للعارفين بالله في درجاتهم المتنوعه فقط ام قد تاتي خوارق لغير هؤلاء خوارق العادات كثيره تاتي للمسلم ولغير المسلم والعلماء خاصه من الاشاعره يسمون تلك التي تاتي آآ آآ للوثن مثلا او للضال المضل يسموها استدراج قد تحدث على يد الوثن هو الوثنيه نشات كيف بخوارق العادات لانهم اعتمدوها مرجعا يرجع اليه فانبهروا فانهاروا امام هذه الخوارق خوارق العادات تأتي, تأتي على يد الوثن خوارق العادات تأتي على يد مسيلمه الكذاب أتى لهم تعالوا هذا بئر البير في نص كده لغايه نص ميه أنا هعمل لكم دلوقتي خارقة من خوارق العادات بأن أتفل فيه فيفور البئر فتفل فيه فغاض البئر كل نتفل فيه في غضب بئر هذه خارقة لكنها خارقة عكسية عكس ما ادعاه عكس ما الخوارق تأتي على يد كثير من الخوارق هذه منها خوارق كسبية كسبية معناها أن العباد نراهم في جبال التبت وهو عنده شفافية يستطيع بها أن ينبئ عن المغيبات بس هذه خوارق لا يعتمد عليها وعندهم تدريب رياضي حتى يصل الى درجه معينه من قضيه خرق العاده فخوارق العادات التي تجري على يد المؤمنين انما هي نوع من انواع التثبيت في اول الطريق ونصوا في اهل التصوف وتبحروا في ذلك جدا انه كلما ترقى الولي في قرب الى الله قلت كراماته حتى ان اللي هو نمره واحد اللي طلع الاول علينا كلنا تقريبا ما فيش كرامات لانه لا في ليس في حاجه اليها هي هذه الكرامات بتحاول ان تثبت الطفل الصغير الذي بدا الخطوات الاولى في الطريق تربيه تربيه تثبته تجعله يؤمن بان وراء هذا المنظور عالم غير منظور فمهمتها هي التثبيت والتحفيز ولذلك تراها في الصغار وليس في الكبار يتحدث البعض عن أن الصوفية معنية يعني كثيرا بالخوارق بخوارق العادات على الرغم من أنه يعني في في عموم الخلق وعموم المسلمين وعموم المؤمنين نحن نعرف طريق الى الله سبحانه وتعالى بالشريعه الاسلاميه القران والسنه فلا حاجه لنا لان نبحث عن خوارق العادات او الكرامات او الفتوح او اشياء من هذا القبيل فيتساءلون لماذا تعنى الصوفيه بخوارق العادات او ينشغل بها المتصوف كثيرا لا ينشغل المتصوف ولو انشغل بها لكان جاهلا اللي حصل ان الكرامه أقرها اهل السنه والجماعه من لدن الصحابه والى يوم الناس هذا واللي حصل ايضا ان هناك مجموعه من القساة القلوب الاقرب الى الماديه الذين يريدون ان ينكروا خوارق العادات فبيتق... بي... يقوم لهم الصوفي ويتعرض لهم ويقول لهم لا خوارق العادات من عقيده اهل السنه والجماعه والكرامات كل كرامه لولي فهي معجزه لنبيه ويبدأ اقرارا للعقيده لكنهم لا يشغلون انفسهم لا بكرامات ولا ينتظرونها ولا يجعلونها حتى جزءا من برنامج التربيه برنامج التربيه عندهم مبني على برنامج الذكر وبرنامج الفكر والفكر على نوعين التامل في كتاب الله المسطور وهو القران والتامل في كتاب الله المنظور وهو الكون واضح جدا عندهم المنهج والتربيه ليس فيها خوارق العادات خوارق العادات عوارض تلقى في طريق الانسان فتأتي القاعدة ملتفت لا يصل إوعي تلتفت لا بالرؤي ولا تعيش روحك فيها ولا بالإشراقات ولا بالحاجات الإشراقات دي هي نعم ككل سائر النعم وسائر النعم تستوجب الشكر ربنا رزقني مال أو جاه أو سلطان أو علم او شهرة او جمال او اي حاجة ومنها العلم ومنها كمان المال ومنها الوالد ومنها ومنها طب كويس اعمل ايه بقى ضد هذه النعم علي ان اشكر دي نمرة واحد ثم أقوم بواجباتها واجبات النعم أجعل لها وظيفة تعمر الكون تعلم الناس عبادة الله تزكي النفس يبقى لها وظائف فلازم نمرة واحد أشكر ونمرة إن شكرتم لا شكرت أزيد، ونمرة اتنين أستعملها فيما هي له ونمرة تلاتة ألا أتكبر بها أو أفسد بها المال ما أروحش أفسد بيه في الأرض السلطة ما أروحش أفسد فيها في الأرض الشهرة العلم ما ينفعش اتكبر بيه وهكذا فيبقى اذا كل نعمه ومن ضمنها الاشراقات الاشراقات من اتبعها ضل ورايناه بعد ما اتبعها يجي واحد يقول لي والله انا يظهر ان انا مكلف برساله من الاله اقول ازاي يقول لي ده انا بشوف كل يوم منام وبيحصل زي ما هو. ايوه ده بتشوفه زي كل يوم منام وكذا الى اخره. قول الحمد لله الحمد <applause> لله <applause> دي نمره واحد. نمره اثنين تؤدي النعمه بانك انت تستعمل هذا في مكانه. وبعدين مين اللي قال لك ان الشيطان ما بيوركش كله ده علشان يجي بقى في اخر واحده بعد ما حضرتك سلمت وافتكرت ان هذا من عند الله فيطلع عليك ببلوى تخرجك من ديوان الولايه كلها وهذا ما ورد عن الائمه الكبار زي سيدي عبد القادر الجيلاني ورد عنه ان هو كان جالس في خلوته وبعدين بيقول: فظهر لي نور ما رأيت أحلى منه قط، وسمعت صوتا لم أسمع قط في حياتي أجمل منه، يقول يا عبد القادر قال فذبت كما يذوب الملح في الماء، وقلت لبيك ايه الصوت ملك ولا في حاجه لقد أحببناك فانهمرت في البكاء وقربناك طيب ماشي وأحللنا لك الحرام اه ادي بقى الفكره الاخيره اه اللي الشيطة. بنقول لك من الاول ما تعتمدش على الالهامات والاشراقات والرؤى والاحلام والفتوحات والاسرار والانوار عشرين حته اسمها الاشراقات اوعى إيه تعتمد عليها لانه هيستدرجك قد تكون مدخل للشيطان قد تكون قد تكون مدخل للشيطان وقد تكون من نعمه من النعم صحيح بس النعم نفسها محتاجه نمره واحد الحمد نمره اثنين وضعها في محلها صحيح قال فقلت له اذهب يا لعين آه. قال فانطفأ النور وسمعت حشرجة ما سمعت أسوأ منها قط وهو يقول علمك نجاك يا عبد القادر آه. أخرجت بمثلها سبعين وليا من ديوان الولاية أدي اللي احنا بنقول آه. الإشراقات موجودة الإشراقات نعم الإشراقات لا يعتمد عليها لا هي إخبار ليا بإننا يعني يا ما هنا يا ما هناك ولا درجه ولا ترقي ولا حاجه. ولذلك نحمد ونشكر ونتجاوز. هذه الطريقه لانه ملتفت لا يصل. طيب مولانا في الطرق الصوفيه ونحن نقترب تقريبا في مصر من 80 طريقه صوفيه رسميا او يعني 78 80 تقريبا. هناك البعض يتساءل انه ويكون هذا مطروح هذا السؤال، انا ابدا في الاوراد على الطريقه الكذا او الطريقه الاخرى، انا ابدا في الذكر بكذا، انا اقوم بعدد كذا، اتقرب الى الله بهذا وذاك، ولكن انتظر ان اعرف انني مقبول او انني قبلت فيكون لي اشارات القبول، اذهب لمولانا اساله كيف اعرف او اعلم انني قد قبلت وان تقربي الى الله في هذه الفتره قد قبل وانني من يعني المقبولين في هذا المقام؟ هذا سؤال قد يطرح فيفتح ابواب اخرى انه لماذا يعني تسال او ما هي العلامات التي تجعلك تعرف انك مقبول واشياء من هذا القبيل وكثير من الامور يؤخذ على هذا. ما قول الدكتور علي جمعه في هذا؟ علامه واحده بس تدل على القبول. سواء راح الطريق ولا ما راحش الطريق. وهي المحافظه على الفرائض. بس يلاقي روحه محافظ على صلاته خاصه صلاته. واولها صلاته. ومين اللي قال لنا الكلام ده؟ سيد هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. محافظ على صلواتي يبقى انا سليم 100% وقبلت. مخرف فيها ويوم اصلي ويوم ما اصليش وفضل اصلي واصلي وس... على سطر واسيب سطر لا يبقى في مشكله محتاجه الى علاج العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فالصلاه هي المقياس وهي ليه بقى المقياس لانها صعبه قوي ربنا قال كده وانها لكبيره إلا على الخاشعين صعوبة الصلاة على فكرة ما فيش ديانة في الأرض فيها خمس صلوات كل يوم ما فيش ديانة في الأرض بتسجد لله ما فيش ديانة في الأرض إلا المسلمين فهي صعبة أول حاجة عايزة شروط شوف الذكر مش عايز شروط اذكر ربنا وانا في العربيه وانام واقوم واروح واجي على طول بس وعلى جنوبهم لكن دي عايزه تتوضي وتروحي تستقبلي القبله وبعد كده تستري العوره ومش عارف طهاره المكان وطهاره الثياب وطهاره الله ودخول الوقت شروط ما ينفعش نصلي في غير الوقت ما ينفعش فالشروط دي خلاص صعب نمره اتنين خمسه نمره ثلاثه كلنا يعني في بعض الديانات الكاهن هو اللي بيصلي او رجل الدين او يعني الراهب او يعني كذب لكن ده لا ده الولد بيصلي والبنت بتصلي والكبير بيصلي والعجوز بيصلي وال... كله مأمور كله مأمور وكله بيصلي وكل العمر إيه ده صعبة شوية ولذلك العبارة الإلهية دي وإنها لكبيرة إلا علي الخاشعين رخصت كل حاجة الصلاة شان عظيم أوه. الا على الخاشعين الخاشع بقى اللي خشع قلبه لله بنحو التزام بنحو تربيه بنحو تدريب بنحو خوف بنحو رجاء ام ده تلاقي الصلاه سهله عليه السؤال هو انا مقبول عند ربنا أوه. ولا ربنا غضبان عليا ولا كذا من الصلاه شوف روحك محافظ على الصلاة انت كده عديت القنطرة ونبقى نتفهم في أي حاجة تانية أوه. يقول لي بس في ذنب كده بعمله وما مش عارف اتخلص منه معلش بس حافظ على الصلاه مم. الصلاه هي اللي هتودهولك اوعى تؤمر الناس بالمنكر وتقول له يا اخي انت بت اه... والعياذ بالله تعالى بتعمل الذنب الفلاني وبتصلي ما صلاتك مش نافعه هو قياساً يا مولانا على من لم تنهه صلاته عن الفحشاء المنكر فلا صلاه له في الثواب اه مش في الفريضه ده لا صلاه له في الثواب لانه مش راضي وعلى كل حال الحديث ده ضعيف بالصياغه دي آه. آه. لكن معلش خلينا نشرحه في الثواب يعني اللي صلاته ما بتجيبش الأثر الذي أراده الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم يعني ما تصنع اللي ما جابتش الحكاية دي آه يبقى صلاتك الثواب بتاعها بهتان فعايزين نصلح هذا البهتان مش نترك الصلاة لازم نؤمر تملي بالمعروف وننهى تملي عن المنكر فنقول له لا انت راجل بتصلي فما تعملش الذنب الفلاني. فالصلاه لي هي المقياس للقبول التي تدل على اني مقبول عند الله. مولانا التصوف عالمه يعني واسع وفسيح وطرقه المقربة إلى الله متعددة بتعدد الروحانيات مع الله والاسرار مع الله سبحانه وتعالى لكن كقاعدة عامة نشاهد في العقود الاخيرة كثير من المتشددين والأفكار التي يمكن حاولت غزو المجتمع المصري ثم لفظها المجتمع المصري لكن بقي بقيت يعني مراكز ثقل لا تزال يعني تراود الناس عن وسطية دينها لماذا ترفض هذه التيارات القبول بالصوفية لماذا تهاجمها طوال الوقت لماذا تنتقدها طوال الوقت ماذا لها في الصوفية سيدنا النبي لما أتى بالإسلام وكان الإسلام ديانة غيرت وجه الصحابة بعض المستشرقين يقول حفاة عراة خرجوا ليغزوا العالم بنى الإنسان سيدنا النبي بنى الإنسان في سوره الصحابه الكرام اخرجهم من الجاهليه اخرجهم من الظلمات الى النور فعلا غير مفاهيمهم فتغيرت وجهه نظرهم للحياه فتغير بعد ذلك قد يكون ما تركه لنا رسول الله من ميراث اصبح عاده لا عباده التصوف كذلك تصوف له مقومات له أركان له أدلة له برامج له أحكام المتصوفة قد يكونوا مالوا وانبهروا بهذا التصوف لكن عملوا زي المسلمين اللي لم يعني يترجموا الترجمه الكامله عن الاسلام هو داعش دول ولا القاعده ولا غيرهم ولا الخوارج ولا كذا ما هم منسوبين الى الاسلام ولكن مع نسبتهم الى الاسلام الى انهم يرتكبون جرائم كثيره فيشوهون بها الاسلام بالرغم انه دول مسلمين في فرق كبير بين الاسلام والمسلمين في فرق كبير بين التصوف والمتصوفه لما شاع التصوف لكن لم يشع علمه في الناس ارتكب بعض الصوفيه بعض الاخطاء من ضمن هذه الاخطاء ما يحدث من بعض المنكرات في الموالد مين اللي انكر على هذه المنكرات مشايخ الطرق الصوفيه أوه. مشايخ الصوفيه هم اللي انكروا زي ما مشايخ الاسلام بينكروا على داعش وواغش ومش عارف ايه وكذا الى اخره مين اللي بيقول فين الصح وفين الغلط العلماء والعلم لما بينسحب والخلط بين الانسان وبين المعتقد زي الخلط بين الاسلام والمسلم او المتصوف الصوفي هو ده السبب اللي خلى الناس ديه تنتقد احنا بنقول لهم نعم ولكن بمعنى لما نلاقي غلط يقع فيه الناس علمنا رسول الله انه نقول للغلط غلط بس نعلمه اتى أديه ناس وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط ذات الانواط دي كانت شجره وعليها نشان وكده وكانوا يعبدوها من دون الله ويروحوا يطلبوا منها طلبات ففرحوا عايزين واحده زي دي يا رسول الله الله يخليك عملها لنا كده علشان نروح برضه نقول ساعتها كده اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط قال أتسألوني كما سألت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة يبقى أنتوا لسه ما ما خدتوش بالكم من القضية الكبرى وهي قضية التوحيد وأن الله واحد وأن وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد يعني أنتوا موغلين في في الجهالة كده إنما علمهم علمهم إن الله واحد أحد فرد سبط يبقى إذا مقامنا معاهم مقام التعليم لما نلاقي غلط نقول إنه غلط ونعلم بعض الناس واحد يقول لي هو نروح لسيدنا الحسين نزوره ده صحيح قلت له صحيح قال لي بس دول هناك بيشركوا بالله قلت له إزاي؟ شركوا بالله ازاي؟ انا اتمنى اروح لسيدنا حسين ما بشوفش مشرك ما فيش اي شرك. هلا بيسجدوا القبر. قلت له لا ما بيسجدوش القبر انت رحت. قال لا ما رحتش بس حد قال قلت له لا كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. صح. روح وشوف انهم لا بيسجدوا ولا بيعملوا ولا كذا الى اخره. مره زارني احدهم من احدى البلاد الشقيقه. وبعدين كان مولد السيدة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وهو له هذا التوجه في الانتقاد للصوفي فلن أنا عايز أروح المولد أشوف ما الذي يحدث فيه على أساس أنا عرفت مخه أنه هو بيبحث عن الشركيات وكذا إلى آخره فرحنا فوجدنا أمة لا إله إلا الله هناك وجدنا الخدمة الخدمة دي عند الصوفية ان هم يوكلوا الناس ويعملوا لهم شوية أكل وكذا قيام كده هو مرصوصة جنب بعضها يوكلوا الناس علشان قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فنزل بعدين تأمل كده فبقول له ها يعني مظاهر الشرك واضحة. <applause> فهو قال لي: أين هذا الشرك؟ قلت <applause> طب الحمد لله. الحمد لله. إنه مظاهر الشرك ما هيش موجودة أصلاً. <applause> قلت له يعني شوف الناس دي اللي بت... هل دول بيطعموا الطعام؟ قلت له طب أمة لا إله إلا الله دي جاية ليه يعني؟ قال جايين للزيارة. كنت نهايتكم عن زيارة هو اللي بيقول أوه. عن زيارة القبور ألاف فزوروها قلت له الله يعني ما فيش شرك قال لا ما شرك الذي نسمعه لم أرى طيب ده حكيم وعاقل والأمة هتجتمع كده من غير أي حاجة فاللقاء يذيب الثلج أوه. يعني لما ابقى انا سمع عن قسواء والاقي في قلبي حاجه ضدها كده وبعدين نلتقي معاها ونتكلم ويتضح ان قسواء دي بنت حلال كويسه حلوه وانه ما فيش ومستلج يزوم فالعلاج بتاع القضيه دي ان احنا نجتمع ونلتقي بلاش حكايه التسامع ده لان في ناس بتنفخ في هذه النار من غير حق. طيب على الجانب الاخر بقى في هؤلاء يؤصلون على ما مرجعيتهم في المكفرين، من اخرجوا الصوفيه والتصوف من الدين وصفوه بانه بدعه سيئه وان هذا ليس كله من الدين في شيء وانه حتى اعلام الصوفيه الكبار اللي بيستند عليهم لم يقولوا بالصوفية وإنما كانوا يتحدثون في أمور روحانية بينهم وبين الله أو في علم يعني الروحانيات الخاصة بالمؤمن فيما يرتبط به مع الله سبحانه وتعالى ولا يوجد مسمى يسمى الصوفية أو التصوف لا ده كلام جهل لأنه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الحلية جاب أكثر من ثمانمائة تعريف للتصوف كده بالنص كده التصوف وابن تيميه مثلا كان حريصا حرصا تاما على الهروب من عقليه الخرافه دفن في مدافن الصوفيه وكان صوفيا ابن القيم تلميذه شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعيد للهروي وهو من كبار أئمة الصوفية والكتاب في الصوفية ومدارج السالكين في الصوفية لما جمعوا فتاوى ابن تيمية رحمه الله المجلد العاشر والحداشر السلوك والتصوف وهكذا فكان الشيخ عبد الحفيظ رحمه الله المكي ألف كتابا لطيفا مطبوع موجود في الأسواق الآن أقوال أئمة السلفية في السادة الصوفية وجمع كل ما ذكر عندما عند أولئك الذين قيل أن عندهم انحراف عن الصوفية الكتاب موجود في الاسواق ممكن انهم يشتروه ويقروه ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب جاب عبارات كثيرة وهذا عند السادة المفسرين والفقهاء والسادة الصوفية وهذا لا ده بيستدل بيهم وأن هذا عندهم وكذا فده جاي من قلة الاطلاع وقلة التتبع وأيضا حب النفخ في النار علشان النار تشتعل في الجميع مولانا بعد انسحاب بشكل او بآخر التشدد والتطرف والدعوه العنيفه من المجتمع المصري والمجتمع المصري وسطي بطبيعته منذ آلاف السنين تشغله الروحانيات ويشغله البحث عن الله سبحانه وتعالى فاصبح هناك ما يشبه حالة ليس فراغا تاما وانما وجود مساحات تحتاج لان نشغلها. هذه المساحات بما نشغلها؟ هل البحث عن الله سبحانه وتعالى من خلال الصوفيه ومن خلال التصوف هو وسطيه كافيه تناسب المجتمع المصري في هذه الفراغات المتاحه ام ان هناك امور اخرى يمكن ان تكون موجوده ايضا. لا بد علينا أن نتفهم أن الصوفية ليست حلا على الرف ده الصوفية أساس من أسس الدين الذي جاءنا جبريل ليعلمنا أمر دين حديث اللي اعتمد عليه الصوفية وهو حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بسواد الشعر لا يعرفه أحد منا وليس عليه أثر السفر فجاء حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه كهيئة المتأدب يعني يتعلم السيد وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان وكلما يسأله يقول له انه كذا فيقول صدقت فعجبنا كيف يصدقه يساله ويصدقه حتى ما اذا ما قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك ثم ساله عن الساعه فقال من مسؤول عنها باعلم من السائل قال فما علاماتها وأخذ المسلمون هذا الحديث لأنه قال أتدرون من هذا بعد من انصرف؟ قالوا من قالوا قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم فأصبح عندنا تقسيم العلوم وتقسيم المكتبات على هذه الصفة علم التوحيد، حتى يحفظ الإيمان علم الفقه وتفر عنه علم الأصول حتى يحفظ الاسلام علم التصوف حتى يحفظ الاحسان والدراسات المستقبليه التي سميت بالفتن والملاحم حتى ندرس ما الذي سيكون وما طريقه مواجهه هذا الكائن عندما يكون هذا قسم الف فيه ابن كثير والف فيه نعيم بن حماد والف فيه آه 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 ناس كثير بنوا المكتبة الإسلامية على هذا المربع الإيمان الإسلام الإحسان الدراسات المستقبلية وفضلنا كده لغاية ما احتككنا بالغرب والأمريكان ودخل تصنيف ديوي العشري وكذا إلى آخره فاختلت الأمور لدرجة أن احنا اضطرينا أن احنا نعمل حاجة اسمها ديو المعدل او ديوي العربي الاستاذ الدكتور الشطي الله يرحمه وغيره يعملوا كده ده علشان ي... ي... لانه احنا كديانات كلها واخده اتنين على عشره والعشره دي بقى بقت فيها 11 12 13 كده احنا واخر واحد الاسلام فازاي هتحطي مكتبة زي دار الكتب في 211 احنا لينا حتة بسيطة جوه اللي جوه اللي جوه فعدلوها وعملوها طريقة تانية المهم ان التصوف ده جزء لا يتجزأ من دين الاسلام ده تلت الدين والأكثر من كده انه هو هدف الدين وانا بصلي ليه ولا بؤمن ليه ولا بعمل ليه علشان اعبد الله كانني اراه فان لم اكن اراه فهو يراني واراه يراني عمل المساله طبقات فاصبح في عوام وخواص وخواص الخواص كل حرف تكلم به الصوفيه له اصل في الكتاب والسنه حتى الناس لما اسلمت الهندوك اسلموا البوذيين اسلموا المجوس أسلامه الديانات أخرى عجيبة غريبة أسلمت ودخلت في الإسلام دخلوا بتجاربهم فلما جم عند هذه النقطة أنا معايا تجربة بشرية لكن لا أريدها إلا بالكتاب والسنة ونعم بالله ولذلك اللي بيعملوا دلوقتي مديتيشن وزن ويوجا ومش عارف ايه وكذا الى اخره كل الكلام ده مر على المسلمين من الاوائل من ساعه الصحابه ومن بعدهم وخدوا منه ايه اللي يوافق الكتاب والسنه وتركوا منه ايه اللي ما يوافقش الكتاب والسنه لما حد يقعد يكلمني من غير المسلمين في سائر العالم الصورة بتصح غير الواد الداعش الواد الداعش لما بيدعو عايزة دم وعايز سلطة وعايز قهر للناس على دين الله وهكذا مدخل سلطوي منفر منفر دموي ولكن المدخل الصحيح الذي علمنا اياه رسول الله قعد 14 سنه في مكه ما مدش ايده على حد وقالوا له استعرض بين هذا الوادي واحنا نخلي لك دم فتمعر وجهه غضبا احمر غضب فقال الا اني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينه من مكه الى الحيره وفي روايه من مكه الى صنعاء لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمها الضعين عن المسافر وأخذ العلماء من محققون من هنا أن الست تسافر لوحدها ما دام الطريق آمن علشان القضية كانت قضية عدم الأمن مش قضية عدم ثقة فيها يعني م. الجندر انه دي ست فما لا ست سافرت من المدينة اتخاطفت سيدنا مش هيسكت يطلع وراها كتيبة يجيبوها تاني يوم واحدة قال له وبعدين احنا مش فاضيين ده احنا بنضرب من بدر في المدينة احد في المدينة الخندق في المدينة احنا بنضرب طول النار من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر لا تسافر الا ومعها بحر عشان ما لاقش عليها لكن الاولانيه بتقول ايه من من مكه الى صنعاء لا تخافوا الا الله والذئب على غنمه ده بيقول لي لما الطريق يبقى مش امن معلش يبقى نشوف نرتب لها لما الطريق امن خلاص تسافر م. إلى آخر ما هنالك من فهم عميق للشريعة الإسلامية ولأوامر ول... ول... ولأ... أوامر سيدنا سيدنا احنا عايزين نفهم المنهج بتاعه مش الزمن بتاعه فمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركه لنا ميراثا وتركه لنا نورا وهدايه وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقفت على راس الطريق ميم تراوحه عيني وقلبي اينما ارى نوره في كل نور فان ابت اتتني به الاحلام احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك وأن الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا دا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، أشتاق شوقاً شوقا لقرب الخليل